مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في مدينة برشيد، بالضبط على جد مقربة من السجل المحلي برشيد، في موضوع تبعوا عدد كبير من المغاربة. هذا السجن برشيد كيذكرنا بالملف ديال هدى الملقبة بطبيعة الحال بالناشطة، اللي هي الآن في السجن. السجن ما تبغي حتى واحد صراحة، في خضم الموضوع المجتمع المدني، حقوقيون، ناس تيبقى فيهم هذا الملف في الشق الإنساني بشكل كبير، بغض النظر على نوعية الخراجات والزلات والتراشق في الكلام اللي كان في هذا الملف. معنا أستاذة البقالي، أستاذة البقالي اللي هي حقوقية وجمعوية ورئيسة جمعية ومهتمة بشكل كبير لتبعوا عدد كبير من المغاربة ديال الفتيات المتخلى عنهم. خدات المشعل من أجل هدى الناشطة، دار الإجراءات بطبيعة الحال وتابع في حالة صراح إذا أمكن وتخلص النفقة. السبب الأول الرجوع للأب ديالها اللي توفى وهي ما كيناش. السبب الثاني ناشطة عندها ابن عنده 13 سنة والأم ديالها الله يسمح لنا من الوالدين تتحصر الابنة ديالها. غنشوف الموضوع في الأول مع الأستاذة، والمفاجأة في الموضوع أنه غالبا غادي تخرج هدى الآن. تبعوا معايا أستاذة، درتي خطوة إيجابية، خديتي الملف في الشق الاجتماعي كما تكلمت عليه، كيفاش شفتي المرحلة اللي درتي في الموضوع؟ شكرا أستاذ يوسف لأن دائما متواجد، شكرا للمجهودات ديالكم لأن هذه القناة كترحل معنا فيما مشينا، تنشكركم بزاف، كتوصلوا الصوت ديالنا والصوت ديال أي حالة، تنشكركم. وشحال من حالة صيفطتوا لينا للمركز تنشكركم عليها. ونعم فيما يهم فيما يخص مدام هدى، هدى أم شفنا فيها الأم وشفنا فيها أم صالحة. لما عينا الطفل دخلنا أستاذ الدار ديالها وشفنا الابن ديالها، شفنا أن هاد هدى عطات واحد الطفل اللي هو فريمون الولد اللي كيربيه أب وأم مخلق. مشينا صدفة لقينا الولد نقي، لابس مزيان، كيهضر مزيان، ما عنده حتى شي أزمة، ما عدا الأزمة ديال أنه كيتعاير في المدرسة بالأم. أنها شنو كيقولوا الاستاذه؟ يقول لك ولد فين الباك؟ تيقولوا السجن. السجن وفين الباك؟ وفين الباك؟ في وسط المدرسه، اسبوع ما مشى للمدرسه، من نهار تعتقلت الام وهو ما كيمشيش للمدرسه. سمعنا الوليد وشفناه وكثر من هذا الشيء، لقينا الولد هو اللي كيدافع على الام ديالها، هو الاب، هو الزوج، هو الجد، والاسره كلها ولا كيمثل هذاك الطفل. انه ولا كيفسر ليا خالتي شوفي هاد اللايف اش كيقول على ماما، شوفي هاد اللايف اش يدير على ماما، شوفي اش قال عليا. يعني الولد هو اللي ولا كيدافع على نفسه. حنا كمجتمع مدني يا استاذ يوسف ما يمكن لنا شي نسكتو، نخلي ولد كيتحسر وكيتعنف بهالطريقه. الاستاذ دريس دخل معنا على الخط، وجمعيات كذلك، راه 15 جمعيه اللي دخلت على هاد الملف. قلنا الولد خصو يقرب للام ديالو، لان ما يمكنش على الوليد نزيد ليه اسبوع اخر، مع العلم اننا كنحاربوا الهدر المدرسي. الوليد ما مشاش للمدرسه اسبوع، مع انه كيجيب 16 18 في المعدل. يعني دابا الوليد تبارك الله الله يصلحه قاري على هدى الناشطه، قاري على هدى الناشطه، وقاري على هذيك اليوتيوبوز اللي هو كيهاجم الام ديالها. هنا غادي نشوف معك بشكل مختصر باش نشوف حتى الاخوان، لان تبعنا خطوات في هذه المفاجاه ان شاء الله غتخرج وغادي يكون عندنا سبق ان شاء الله في اللقاء ديالها بالام ديالها. بديتي في الشق القانوني، كونتي الصوره استاذه، خديتي الشق الانساني، خديتي روح الاجتماعي في الموضوع، كما تكلمت على الاب ديال الله يولي برحمته اللي توفى طفل، وكذلك معاناه الام. شنو هو الاطار القانوني اللي مشات فيه الاستاذه البقالي في هذا الموضوع باش هذه السيده ترجع والمسطره تكمل بطبيعه الحال؟ حنا خدينا على عاتقنا اننا نخلصوا لها الكفاله، لان هي كانت مطالب منها باش تخلص واحد الكفاله ديال 50000 درهم. حنا في الجمعيه كاين محسنين اللي هما تعاطفوا مع هدى، وكنشكرهم هذا المنبر، لان جاليه المغربيه وكذلك من الناس اللي هما كيتواجدوا في المغرب ومدينه مكناس اللي هي مدينتي، اللي هي انا جو سوي ناتيف، يعني تولدت في مكناس، وصفتوا ناس اللي باش يخلصوا ذاك الكفاله. القدر ديال الكفاله ما كانش كامل، ولكن لقيت بان كاين ناس اللي هما خارج الوطن
اللي صفتوا للسيد المحامي الاستاذ مديح اللي كنشكرهم هذا المنبر، قام بمجهودات كبيره وكثيره انه توصل بداك القدر ديال 50,000 درهم باش تخلص الكفاله. درنا التقرير ديالنا حول الطفل والمعاناة اللي كيعاني هذاك الطفل داخل الاسره ديالو، يعني طفل الي ليفري ا لوي ميم، يعني ما عندوش الاب اللي هي الام، الام هي المعيل الوحيد للاسره، الاب ديالو ما كاينش خارج الوطن، الجده صح ديالها ما يمكن ساكن في الكاتخية ما يمكنش تهبط في الدروج باش يمشي يجيب بحال الوليد. هذا الوليد خصو يمشي واش يتسخر للجده، واش يجيب لها الماء ولا الماكله، واش يمشي للمدرسه، واش يجاوب داك اللايفات اللي كيداروا ليه، واش هذا الوليد يحامي على الام ديالو. هنا استاذه في معاناه تاع الطفل غادي نجيو ليها في فيديو اخر غادي نناقشوا فيه الموضوع ديال الطفل. باش بقى عندي معك كلمه اخيره، تواصلتي مع الاستاذ المحامي درتوا الاجراءات حاليا هي مقبله انه غتخرج من مقبله، هي مقبله ان شاء الله على 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 الخروج الافراج. وهذا انا فرحانه، ماشي فرحانه لهدى، فرحانه لسلمى، لان الطفل محتاج الام ديالو. استاذه شكرا لك، وانا غادي نكمل معك الحوار كذلك في الموضوع. استاذه اللي هي معاه في الجمعيه راكي مشكوره بشكل كبير، غادي نشوف الشق الاخر مع السيد ريس. انا راه كنصور وخصك تشاد معايا السيد الرئيس، تبع معايا الله يرحم لك الوالدين، خلي هادشي بحال هكا كان التصوير، الراي العام كيتبع معنا. ساهمتي انت في الموضوع من اجل هاد الام والطفل. حنا تنشكروك بعدا، تنشكروا قناه نيوز تي في على هاد المجهود، مغارب نيوز على هاد المجهودات اللي تيخدموا معنا جباره، جايين متنقلين من الدار البيضاء للبرشيد. حنا دابا امام السجن، درنا المسطره الصباح ان شاء الله في المحكمه، ودرنا الاجراءات ودفعنا الكفاله راه تكلف بها المحامي، ودابا ان شاء الله تنتسناو هدى تخرج ان شاء الله من السجن. يا رب يا خير. نطلبوا كامل مشاهدينا الكرام، معايا ادريس اللي هو مراسل ديال مغارب نيوز وفي حد ذاته هو حقوقي، نتبع هذا الملف غادي نشوف معاه هذه الخطوات. هو كان بطبيعه الحال هو السباق في الموضوع الان بالتنسيق مع الاستاذه البقالي، مع السيد رئيس الجمعيه كذلك، مع جميع كل ما له صله من اجل هدف واحد، هو الابن ديال هدى يكون على مقربه من الام ديالو، وكذلك الام ديال هدى تكون عندها بنتها الا بغى الله. السيد ريس دخلتي على الخط، شفتي المراحل ديال هذا الاجراء القانوني اللي اتفقتوا به في اطار ما هو مدني، ما هو مجتمع، ما هو مجتمع مدني اذا صح التعبير، من اجل هذه السيده هذه ترجع الوليد لولدها وترجع للام ديالها. شكرا اخ يوسف والزميل ديالنا في مغارب نيوز اللي دائما معانا وحاضر، يعني ما كنحتاجوش حتى نتواصلوا معاك في مكالمه، انت نتبعنا وبطبيعه الحال لقيناك موجود معنا. والشكر الاخر الاستاذه سميره البقالي اللي ما كيعرفهاش مزيان. سميره البقالي ربما نقدر نقولها ام اطفال المغاربه المتخلى عنهم، وكذلك حتى الناس اللي كيتعرضوا للعنف، هي راه ام ديالهم، كتنوب على جميع الامهات اللي عنده الام او اللي ما عندوش. كنعاود نكرر الشكر ديالي ليها لانها تواصلت معايا، وانا كانت عندي واحد الحاله خاصه وقلت لها غير ندخل ان شاء الله، وفعلا دخلت على قبلها باش نحضر لهذا النهار هذا، وباش نحضر لهذه الاجراءات، وباش نقدموا شي مسائل اخرى مازال ان شاء الله نخليها هي اللي غتطرق لهم، لان هي المهتمه بالمساله، انا فقط غير كشريك ديالهم في هذاك الشق القانوني بالنسبة للجمعية ديال المفتاح وحلول. احنا كمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب جد فخورون على أننا كنتعاملوا مع هذه الإنسانة هذه، كذلك جد فخورون بما يسمى بالقضاء المغربي، لأن منين كتلقى في القضاء المغربي الإنسانية الشق الأول اللي عنده في العدل، هنا كتفرح وكتفائل خير. الحمد لله لقيناه اليوم والسيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، كنشكروه جزيل الشكر على سعة الصدر وعلى الإنسانية اللي فيه، كذلك كنشكروه على أنه في الوقيتة اللي توفق الأب ديال هدى الناشطة المعتقلة حاليا بسبب تهور في اليوتيوب. احنا دائما كنقولوا الله يهدي ما خلق، هذا اليوتيوب هذا راه خالق بزاف ديال المشاكل، الله يهديهم. ولكن الشق الاجتماعي كيدفعنا احنا على اننا ضروري ندخلوا في هذه الامور هذه. دريس شكرا لك، استاذه شكرا لك، وغادي نتبع معكم الملف ان شاء الله. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا مجموعه من النقط في الموضوع تكلمنا فيها
حول هدى الناشطة. هدى الناشطة لما نقول من أصعب الأشياء يكون الحكم في الموضوع بصفة عامة، ولكن نوعية تراشق الكلام، الإطار القانوني، كل واحد عنده نسبة الخطأ في هذا الموضوع. هذا موضوع ما كنتكلمش فيه الآن، تنتكلم في الشق الإنساني اللي دوات عليه مدام البقالي، علاقة ديك الأم بهذاك الطفل، علاقة الأم بالإبنة ديالها اللي هي هدى، وكذلك الفاجعة اللي هي وفاة الأب ديالها. في خضم الموضوع كذلك سيدريس اللي هو مراسل معنا في مغارب نيوز، مكلف بالفيسبوك بجريدة مغارب نيوز، طبيعة الحال اللي حوالي 3 أيام الأب ديال الزوجة ديالو توفى، تنقدموا ليه العزاء كذلك، وكنقدموه للزوجة ديالو حتى هي اللي هي من مدينة تازة، والتحية والتقدير ساكنة مدينة تازة بشكل كبير. مشاهدينا الكرام، احنا الآن على جد مقربة من السجن، غادي نشوفوا هدى، غادي نشوفوا اللقاء ديالها بالام ديالها وبالام ديالها. قصة مؤثرة بشكل كبير في الشق الإنساني، بدون خلفيات أخرى تتعلق بنوعية أسباب المسببات اللي وصلتها للسجن. موضوع تبعوا عدد كبير من المغاربة، نبقوا في الشق الإنساني. مشاهدينا الكرام، تبعوا معايا.